وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، تعودنا أيها الإخوة أن نلتقي المرة بعد المرة في هذه المؤسسة، في هذه المثابة، لنلتقي مع طلاب العلم، مع علماء المستقبل إن شاء الله. وهذه مكرمة تعود إلى وقت ليس بالقصير، ومعظم الذين أو أكثر الذين أشرفوا عليها يومئذ بعضهم أفضى إلى ربه وساعد على بناء هذه المؤسسة. وعلى رأس هؤلاء الحاج فرج والد سي إدريس سي الكريم رحمه الله، وكانت له هذه الرغبة في أن يكون له هذا البرور بهذه المنطقة. وهذا شيء جميل جدا، أن يتذكر الناس بلادهم وأوطانهم ويكرموا أهلهم بأن تكون هذه الدار موجودة في هذا المكان. كان يمكن أن تكون هذه المكان، هذه الدار، في أي مكان آخر، أرض الله واسعة، ولكن حينما يختار الإنسان أرضه وبلده فيتحف الناس بهذه الهدية، وتبقى هذه الهدية صدقة جارية. المقصود هنا هو أن يكون هذا العمل هو شيئا تعتني به الأسرة كابرا عن كابر، يبدأه الكبير ويتولاه الأبناء ثم يعقبهم الأحفاد، ليعتبروا أن هذا هو الميراث الحقيقي الذي ورثوه من الآباء. فلذلك تبقى المواصلة والمتابعة والدعم مستمرا إن شاء الله. وهذا الأمر الذي عليه الشعوب المتحضرة، الشعوب المتحضرة التي تعرف رسالتها، يبدأ الآباء شيئا ثم يتولاه الأبناء ثم يستمر مع الأحفاد. إلى هذا الأسبوع زارني أحد العلماء من بلد إفريقي ومعه ولدان، وقال نحن لنا مدرسة قرآنية وتولاها أحد أجدادي، وأنا الآن السادس، المتولي السادس لهذه المدرسة، والآن يهيئ أبناءه ليكونهم أيضا قائمين على هذه المدرسة. هكذا وهذا بالنسبة للمسلمين موجود، وبالنسبة لغير المسلمين أيضا، الأوروبيون الأمريكيون عندهم هذا شيء من هو مرتبط بالعائلة، يبقى مستمر. إذا انتهى معنى أن العائلة قد تكون قد انتهت، فيبقى هذا شغل وشيء يحفظ. لما كان هذا المكان في هذه الجهة، كان هناك حرص على أن يسمى باسم أحد علماء المغرب، هو الشيخ أحمد أبو جيدة إزناسي، إن كان يسمى في بعض المصادر الأخرى بتسمية أخرى. وهذا من كبار علماء المغرب من أهل القرن الرابع، توفي 365 هجرية. وهذا رجل كان كبيرا في علمه، ويقال إن بعض نواب المنصور بن أبي عامر كان من يريد أن يطغى طغيانا، فسأل أهل فاس عن هذه الأرض، عن أرض الغرب المغربي كله، كيف فتحت؟ هل فتحت صلحا أم فتحت عنوة؟ قالوا لا نجيبك حتى يجيب، حتى يحضر الشيخ. فلما حضر الشيخ قالوا له كيف فتحت أرض المغربي، صلحا أم عنوة؟ إذا كانت فتحت عنوة فهي مال للدولة، مخمس، معناه لا أحد يملك فيها شيئا. قال أما أرض المغربي فلم تفتح لا صلحا ولا عنوة، وإنما أسلم عليها أهلها. فأجاب هذا، فقال هذا صاحب المنصور بن أبي عامر، قال إن هذا الرجل، أي ابن أبي جيدة، أنقذ أهل المغرب، أنقذهم جميعا بفتوى. وهذه هذا تبقي دائما، لذلك يمكن ترجعوا أنتم إلى ترجمته في النبوغ المغربي، مع أن له ترجمات كثيرة، ولكنه من أوائل في هذه الجهة. صرنا نحن نحاول أن نحيي أسماء العلم، العلماء في وجدة وقعت تسمية أحد الكبار المعاهد الكبيرة، كذلك بن سعيد
وهو من أحد علماء المغرب في العصر المرابطي الذي كان قاضيا في بعض بلاد الأندلس، والناس لا يعرفونه. وفي هذه الجهة لا بد أن نبحث عن علماء آخرين، وكانت فيها علماء. وأنا نشوف الإخوان ديال هذه الجهة ديال بوسغان، ها ياك هذه المدرسة ديال بوسغان، وهذا يجب أن تسمى، تختار بوسغان هذا مكان، ولكن يجب أن نختار لها اسم عالم. ومن أهم العلماء الذين كانوا موجودين في هذه الفيضة، في المنطقة الفيضة وما حولها، الشيخ نقادي، وهذا واحد من العلماء الذين كانوا موجودين هنا ودرس العلم فيها في ذهب إلى مكناس وانتقل إلى الجنوب ودخل عن طريق الجنوب إلى الشرق واستقر به المقام في اليمن وكان قاضيا في اليمن. وله رحلة، له رحلة ترجمة كتبها أحدهم، وإن كان مع الأسف لم يذكر اسمه، وهي رحلته وهو حياته الخاص، ويتحدث أنه ولد في هذه المنطقة من قريب الفيضة. أنت ما تعرف الفيضة فيها العلماء؟ لا، فيش الفيضة العلماء، فيها غير الرملة، كان يجيبوا الرملة من الفيضة. كان فيها علم، ولذلك يجب أن نبحث. وهناك في كل الأماكن في الجهات التي نوجد فيها كان فيها علماء، كانت مأهولة بالعلماء، ويجب أن نعطيها هذا العنوان. فحضرت مع بعض الإخوان، ذكرت مع الإخوان ديال الريف، عندهم كثرة كاثرة من العلماء، علماء كثار جدا في الريف، وبعضهم كان في مستوى عالي. كان ابن أبي الزهراء كان هذا له كتاب شرح به الموطأ في أكثر من 50 مجلدا. الناس لا يعرفونه، لأن الناس بقوا يتكلموا على أشياء من هذه الأشياء الصغيرة التي يختصموا فيها الناس. فهذا البلاد بلد إسلام وبلد قرآن وبلد علم. وذلك ظهرت الآن الحمد لله في الآن ظهر كتاب في طبعه المجلس العلمي الدريوش، والجزء الأول صدر، وهناك كتاب سيصدر إن شاء الله من عن الريف في الحسيمة. وهذه أشياء يجب أن يعتنى بها. فهذا هو العنوان العلمي لهذه الجهات، ليعرف الناس أين يستقرون وما هي رسالتهم. هم امتداد لهؤلاء العلماء، أي هؤلاء الطلاب هم امتداد لهؤلاء العلماء، وسيحيون ذكرهم إن شاء الله. هذه فكرة أولى. ثانيا، هذا المشروع الذي يشتغل عليه ما هو؟ هل هو المشروع الذي يريد أن يروج له الناس أنه عبارة عن مشروع صغير يشتغل بتحفيظ القرآن، وأهله هم أناس سذج بسطاء ليس لهم صلة بالمعرفة ولا بالعلم، وهذه المشاريع أو هؤلاء الطلبة أو هؤلاء المتدينون ربما يكونون هم المسؤولين، يكونون المسؤولين الأوائل عن نشر التطرف والإرهاب؟ هذه أسئلة. هذه الصورة هي الموجودة عند بعض من لا يعرف هذا المشروع، وهؤلاء ينظرون إلينا من بعيد، لم يعرفوا ماذا يفيد هذا البلد، هذا الموجود ماذا يفيد البلد. لذلك أقول لكم إن المشروع الذي نشتغل فيه الآن هو الحماية الحقيقية للمغرب. المغرب لم يحميه لا رجال الدرك ولا الشرطة ولا هؤلاء، يأتون ليتعاملوا مع الناس بعد أن يكونوا قد انحرفوا. نحن لا نسمح بأن ينحرف الناس حتى يحالوا على الشرطة أو على الدرك. نحن نقول يجب أن يستقيم الناس، والاستقامة بالعلم. ما يقع الآن من الأشياء التي ينزعج لها الناس هي نتيجة أفكار خاطئة لم تنشأ عن علم ولا عن معرفة. فالذين لم يعرفوا الإسلام ولم يعرفوا كيف يتعامل الإسلام مع الغير هم الذين يتصرفون كما يحلو لهم أن يتصرفوا، بالعنف أو بغير العنف. ولكن نحن نقول دعونا نبدأ من حيث يجب أن يكون البدء، نعلم هذه الناشئة ونبين لها دينها. هذه الناشئة الآن حينما تكون العلماء علماء لن يأتي منهم الخطر أبدا. لما قرأ الشاطبي كتاب الاعتصام في 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 أوائل الكتاب قال، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء.
حتى إذا لم يوقع عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الشاطبي، قال الشاطبي في التعليق على هذا: إن الأمة لن تؤتى من قبل علمائها أبدا. الأمة تؤتى من عدم وجود العلماء لا من وجود العلماء. ولذلك نسمع أن هنالك من قفز حينما دعا جلالة الملك إلى إصلاح التعليم الديني، قفز بعضهم وقال: هل اللي كنا نقول لكم التعليم الديني إذن هو المسؤول؟ فربطوا بين إصلاح التعليم الديني وأحداث باريس وأحداث بلجيكا. قال شيء، هذا الربط ليس صحيحا وليس سليما، بل العكس هو الصحيح. جلالة الملك قال وبلاغ فيه يقول: يجب أن نستحضر أن ندعم التربية الدينية بأن نعلم الناس قيم الإسلام وقيمة السماحة في الإسلام، ونعلمهم كذلك في جملة ما يتعلم المذهب المالكي. هل هذه دعوة إلى ترك المعرفة الشرعية أو إلى الاقتراب منها؟ هذه واحدة. ثم قال شيء آخر، البلاغ الذي قرأه الناس واحتالوا عليه، قال: يجب تعميم المادة الدينية على جميع المدارس وأنماط التعليم، فتكون جزءا من برامج المدرسة التعليم العمومي بكل أنواعها. ما يجيش واحد يقول لك: لا أنا لا أقرأ الشريعة الإسلامية لأنها خاصة بالفقهاء، لا، ستصير عامة. ثم يجب أن تدرس كذلك في التعليم الخصوصي. وما هو التعليم الخصوصي؟ فيه معاهد الجاليات، فيه المعاهد الأخرى التي لا تتحدث عن هذا التعليم، عن هذا الدين أصلا، وهذا شيء جميل. ثم تحدث كذلك عن إصلاح التعليم العاتق. إذن هذا هو البال. فإذا كان الناس يأتون بفكر آخر من عندهم فإنهم ليسوا ملتزمين بهذا البلاغ. البلاغ واضح ويجب الالتزام به ويتخذ خطة عمل ومرجع، وإلا فسنتحدث عن شيء آخر ليس هو ما يتحدث عنه البلاغ. لذلك ماذا أقول؟ أقول إننا نشعر من خلال الأحداث الكثيرة أن المغرب يجب أن يتقدم بقوة إلى التعليم الديني، لأنك حينما تأتي بالأئمة والخطباء من العالم كله لتكونهم، عن أي شيء ستحدثهم؟ إن تأتي بالناس ليتعلموا الدين، فسوف تأتي الناس بأئمة من فرنسا مثلا أو من بلجيكا أو حتى من روسيا ليتعلموا ماذا؟ ليتعلموا شيء آخر غير الدين هم أعرفوا به. إحنا ما غاديش يجي يتعلم عنا التكنولوجيا. إذن لأي شيء يأتون إذا لم يكونوا سيأتون لتعليم تعلم الدين؟ لماذا؟ لأن النموذج الذي أحافظت عليه المدرسة المغربية نموذج صحيح وسليم. فإذا كنت أنت في المغرب لا تعترف به، فالناس من خارج المغرب يعترفون به. جميع الذين يعتلون المنابر الآن من أهل العلم ومن الذين تخرجوا بهذه المادة متصفون بالاعتدال، متصفون بالمسؤولية، متصفون بالوقوف عند الحدود الشرعية. لا يمكن الإنسان أن يفتي في شيء لا يعلمه، لا يمكن أن يكفر الإنسان مسلما، لا يمكن أن يفتات الإنسان على الآخرين في لحظة غضب ويخرج الناس من الإسلام وكذا ويحدث للناس مشاكل أبدا. أنا رأيت، أنا مرة صليت وراء إمام كان في جهة من الجهات، فوجدته يقول كلاما غريبا جدا، يقول: هذه المرأة التي كانت معك وإذا لم تصلي ادعوها، فإذا لم تفعل فطلقها، وكذا شي كلام من هذا القبيل. خليت كما قلت له: الله يخليك، جيت أنا تناقش، دخلت معه المقصورة، قلت له: نشوفوا هذه المسألة التي أول، ما هو مرجعك؟ أعطيني كتاب. لم أجد له مرجعا واحدا. قال لي شو؟ قال لي واحد الكاسيطان سمعتها له. إذن ولينا ناخذوا حنايا بحال ولينا ناخذوا بحال اسبيرين، بحال ناخذوها في القبسة. العلم ديال القبسة ماشي علم، العلم عنده مصادره. تا القبسة ناخذ منها الاسبيرين ولا شي دواء من أدوية، ولكن ما تقوليش أنا خذيته من القبسة. من هو صاحب هذه لا 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 لا. ده غريب جدا. قال وقال حديث فيه: شراركم عزابكم. شراركم عزاب. قلت له: شكون اللي قال لك هذا حديث؟ تكذب على النبي فوق منبره؟
ما قالش النبي شراركم عزة، وكل الناس قالوا بأن هذا ليس صحيحا. الفقهاء ما قالوا شيء يجب أن يتزوج الناس وإلا فإنهم شرار الناس، لا، الفقهاء قالوا باعتبار الناكح النكاح واجبون أو مندوبون أو مباح، وقالوا مكروه أو حرام. الرجل الذي لا يمكنه أن يقوم بتبعة الزواج تقول له يجب عليك تتزوج، لماذا تزوجه اليوم لتقوم غدا زوجته تطلب تطليق للإعصار؟ لماذا؟ وما عندوش باش ينعس، يباس في الزنقة، تقول يتزوج يدي مرته مع في الزنقة، وغدا ستقول للقاضي طلقني فإن الرجل لا يقوم. ما معنى هذا العبث؟ الفقهاء يعرفون ما يقولون، ولكن هؤلاء متهورون. وحينما يقول الرجل للشخص طلق زوجتك، إذا سمع الناس كلامه سيطلقون، وسيوجد عندك مجموعة من المشردين، من الأطفال، من أي كارثة. هل هذا يسمع لمن؟ ومع ذلك فالناس يتقمصونه ويحبون هذا الكلام، لأنه كلام فيه نوع من التهيج، ولكنه ليس كلاما علميا. لذلك أقول إن كل هذا الكلام سيسقط، لاحظوا كل كلام سيسقط، لن يبقى إلا ما أسس على العلم وعلى المعرفة الصحيحة وما أخذ عن العلماء. إذن هذا أقوله لكم لأجل أن تعرفوا أن المستقبل هو للمدارس العتيقة، وسيأتي دورها. من أراد أن يوقفها لن يوقف حركة التاريخ. المدارس العلمية هذه هي فريضة يفرضها الزمن، إذا لم يفرضها الشرع الزمن سيفرض على الناس أن يتعلموا، وإلا سيواجهون كل الإشكالات التي ليس لهم بها قبل، إما العلم وإما شيء آخر، إما أن تعلم الإسلام وإما سيعلمك الناس الإسلام ولكن بطريقة أخرى. فكلما فرغ جيب من الجيوب من العلم إلا واحتله احتلته عاصفة. حينما يفرغ مثل ما يقع في الطبيعة، حينما يرتفع الهواء الساخن تأتي العاصفة، حينما يرتفع الهواء الساخن في السماء تأتي رياح جديدة تدخل بسرعة فتكون العاصفة. نحن نريد أن لمجتمعاتنا أن تبقى قارة مستمرة. من كان يحقد على هذا المشروع فشغله ذلك، ولكن لا يجوز أن يورط البلد، لا يجوز بعد هذا الذي نراه، لا يجوز أن يتحدث في الشأن الديني إلا من يعرفه، وإلا سوف تحدث كوارث. ليس من باب الاختصاص أن كل واحد يقول أنا لا، ولكن من باب المعرفة بالواقع ومن باب عدم احتمال هذا المقام للمجازفة، هذا مقام لا يحتمل. وهذا الأمر لماذا أذكره لكم؟ أختم به، لأن تكوين مدرسة ليس هو جمع الأشخاص، ليس هو جمع الأشخاص أن يحفظوا القرآن، لا، هو امتلاك صورة، امتلاك رؤية. حينما تجمع هؤلاء على أي شيء يجمعوا ليقرأوا القرآن، ثم ماذا؟ إذا كنت أنت لا تمتلك رؤية، إذا كنت إنما تجمعهم لأغراض دنيوية، أغراض تافهة ساقطة هابطة، الدين أكبر من هذا بكثير، الدين أكبر من هذا بكثير، لا يعبث به، لا يعبث به. وتبقى الكلمة في الدين للعلماء، من لم يكن من أهل العلم فهو إنسان طارئ على هذا المجال، وهو إنسان هاجم على مقام لا يستطيع أن يقوم به، وسيفسد لأبناء للناس مستقبلهم. لذلك لا بد أن نتحدث عن هذا الأمر، وهو أن المجال الديني ومجال المسجد يجب أن نمتلك فيه جميعا تصورا قادرا على ترسيخ المعرفة، على تجنيب الأمة كل المزالق، على إبعاد كل المخاطر، ويبقى هذا دائما كما قلت شأن من شؤون العلماء. من لم يكن من أهل العلم فليس له بهذا الأمر طاقة، والأولى له أن ينسحب منه من أن يعبث بهذا الدين، لأن الأشياء الصغيرة تأتي في الطريق ثم تذهب، تأتي ثم تذهب، ولكن الذي يبقى لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. قال الإمام مالك لما قيل له هذه الموطئات قد كثرت، وكان أو كون ما كتب مالك موطئه كان من الكتب التي سميت أو سميت الموطئات نحو 40 كتابا، فقيل له هذه الموطئات قد كثرت، قال نعم، ولن يبقى منها إلا ما أريد به وجه الله. انتهت كل الموطئات، بقي موطأ مالك لأنه أسس على علم،
وأسس على صدق، والأشياء التي تؤسس على الهوامش أو على الظروف الحوال أو شيء آخر من هذا القبيل لها زمن محدد ثم تنتهي. لذلك أقول للذين يحضرون هذا المجلس، ليس لا أحدث الطلاب الجميع، هذا يجب أن يكون ثقافة عامة، يجب أن ندفع دفعا قويا في تكوين أهل العلم، ويجب أن لا يشغلنا عنه شاغل، ويجب أن ننوع معرفتنا في العلم، حتى الطرق التي نتعلم بها الآن يجب أن نحسن منها. طلبة انتهى الفقه، يجب أنك كلما قرأت مع الناس خصوصا يجب أن يكون شيء ما ولو تفسير كلمات القرآن. انتهى هذا الأمر، أن الإنسان يحفظ القرآن من الأول تلتالي ما يعرف شيء، غاسق إذا وقب، غاسق إذا وقب، غاسق ما عرفها واش غاسق إذا وقب، لا يجب أن يعلم، ما قدرش يدير التفسير كاملا غير المفردات القرآن. لو فعلتم هذا ستفتحون لطلاب العلم آفاق كبيرة، سيحبون القرآن، لأن الإنسان إذا فهم شيئا لابد أن يحبه، هذه وحدة. فبدو تكتب له غير ذاك الحطة وتكتب له كذا، لا ما ديرش غير الحطية ديالو، دير له هذه 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 في بعض الكلمات. وطبعا كاين المصادر وكاين أشياء، وحتى الفقيه لما يفوت واحد ثلاثة ولا أربعة ديال السلكات غادي يوليو بروحو من أهل القرآن حقيقة. هذه واحدة. الأمر إن شاء الله اللي غادي نفكروا فيه إن شاء الله مستقبلا، وهو إلحاق المرأة إذن بهذا المشروع. عيب نكونوا احنا كلنا رجال نحفظوا ناس يستغلوا بالقرآن والمرأة مرأة، فين راه المرأة دوك؟ فين راه؟ إلا ما بنينا احنا والأخرى تهدم ما درنا والو. ها؟ إذا متى يبلغ البنيان يوما تماما، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، ربما المرأة راه عايشة في جو آخر وفي كذا، ولا راه تستنى شي واحد آخر، لا. لذلك يجب أن نفكر في هذا الموضوع. إن شاء الله غادي من بعد هذا الأسبوع إن شاء الله، نحاول نديروا بعد أولا واحد الزيارة ديال مرشدة غادي تجي عندكم هنايا. من الأحسن ها الجمعة، في الجمعة غتبقى تجيك في الجمعة، يمكن يلبس من في الأول نخليوها غير قبل الجمعة، يجيو يحضروا معها النساء قبل الجمعة، ريثما نوصلوا فيما بعد إلى نفكروا في مدرسة ديال القرآن. والمدرسة راه موجودة، هذيك المدرسة اللي بدينا فيها اللي فوق في اللي في الجبل، وغادي تصلوا الصلاح إن شاء الله، ولكن ما يمكنش تبقى المرأة غائبة، هذا راه عيب وخطر، لأن المرأة كي تبني أنت غادي يجيك يمشي حنا المرأة يقول لها حاجة أخرى، اسلام راه فيه وفي اسلام كذا وكذا وكذا، وبقاو يقريو لها شي شي شي. لذلك خاص المرأة تكون مواكبه، هذه ما ان شاء الله من بعد غادي نديروا هذيك المدرسه، غادي نرجو ان شاء الله نشوف. ولكن بالنسبه للاسبوع الجاي انتم علموا الناس، علموا النساء ماشي تعلموا الرجال، الرجال غير خليهم عليك ترانكي، هذوك كسلاء الرجال، غير كسلاء ما يدير والو الرجال، قبل نقول لهم غادي يجيو النساء، ما الرجال ها شحال مره يديروا المدرسه وما يجيوش الرجال، ها المدرسة خصو يجي يقرا الكبير والصغير، حتى واحد ما مستغني على القرآن، قال لا هذه الدراري كذا شي شي. ثم احنا الآن لاحظوا واحد المسألة، لأن بعض من الناس كاين اللي ما يفهم حاجة تتفوت عليها 30 عام. الآن هاد الطلاب ما بقاوش يقراوا على المقبرة، احنا ما بغيهمش يقراوا على الموتى، غادي يقراوا على الحيين. ما بغيناش اللي يقرا على لتنذر من كان حيا، ولذلك هؤلاء الآن الحمد لله راهم يتخرجوا الآن شهادات الدكتوراه. راه ما كانش هنا مدرسة تعطي الدكتوراه إلا هذه. هادي كي يمشي من النار غادي يمشي لهيه يمشي لهيه، كل طلابنا الحمد لله الان موظفين، ما كانش القعد. طلبه ديال المعاهد الشرعيه ما كانش فيهم، ما عندناش الحمد لله، لان علاش؟ لان القاعده ان البقاء للاصلح، يكونوا اقوياء بالمعلومات لما يدخلوا امتحانات كي ينجحوا، ماشي الناس راهم يديروا في سبيل الله، ولكن هما يكونوا احسن، يعرفون النحو يعرفون اللغه ويعرفوا كذا، يمتحنون فينجحون. يعني وروني شي طلبه اللي قال واللي ما كاينش راه مشاو لاوروبا مشاو للخليج، ما عندناش مشكله ديال التوظيف، كل المؤسسات عندها مشكله ديال التوظيف الا هاد الطلبه، لان الامه تبدأ. اما اذا هما زاد تعلموا الفرنسيه وتعلموا الانجليزيه غادي ينفتحوا على العالم، هادو كانوا يعرفوا الانجليزيه غدا يمشيو لامريكا كلهم، ناس يحتاجوهم، غير حنا ما عرفناش فين نمشيو، حنا باقي غير خايفين على داك ديال ما بقيناش نتكلموا على 1930، حنا نتكلموا على الان. فرص الحمد لله القانون ديال التعليم العتيق فيه فرص كبيرة جدا، يجب أن نعرفه الآباء. الآباء أنا ما عندهم خبر، يدي ولده يقرأ له في زيري راه هنا أحسن له، كان بغي هنا ويمشي من بعد يمشي، وثم كل شيء مجانا. فهذه الكلمة أخيرة هي إن شاء الله كل سنة إن شاء الله غادي يدير واحد، اختار واحد طالب من كل يجي الدين ماشي وغادي إن شاء الله نحاول نديروا واحد فيهم نعطيه يدير العمرة إن شاء الله.
طلبة الطلبة هذا السيد ريس هو اللي غادي يتكلم كل سنة واحد، ولكن ماشي اللي شوفنا فيه العلم المواظبة والأخلاق والمحافظة على الصلاة، هذو ثلاثة ديال العناصر. اللي ما محافظش على الصلاة وخا يكون يطير خليه عليك، واللي ما محافظش ما عندوش أخلاق كذلك، اللي ما ملتزمش بالأخلاق اللي خصو يكون. وهذه إذا توجد لكم هذه العناصر واختارتوا واحد دائما كل سنة إن شاء الله، ومن بعد غادي نزيدوا أكثر من هذا العدد باش أنتم تقراوا عاوتاني عاوتاني، ولا ما عجبك ما قديش العمر عطيها لباك صافي. إذا هذا هو. إذا في آخر هذه الكلمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع هذا العمل، سي إخواننا ديال حوات والوالد ديالهم الله يجازيهم بخير، وسي سي تاس عيسى كان عيسى البلاوي تو يساعد في هذا، وإن شاء الله من بعد غادي إن شاء الله هذه المدرسة فيما بعد غادي يكون لها استقلال ديالها من بعد مالي واستقلال ديال التدبير ديالها وكل شيء، وتتوسع خصوصا الوقت ما يوليو فيها الذكور والإناث. نرجو إن شاء الله أن يأتي منها خير الكثير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.